خلينا بقى نبدأ معاكي من الأول كده ونتكلم عن أسباب المشكلة، لأن قبل ما نخش على طريقة حلها نفهم أصلا هو احنا ليه ذاكرتنا بيبقى فيها خلل في بعض الأحيان، يعني إيه السبب أصلا؟ أسباب كتيرة يا نهاوند، يعني منها أسباب نفسية ومنها أسباب عضوية. لو هتكلم عن الحاجات الخطأ اللي احنا بنمارسها بتؤدي إلى عدم التركيز، إن احنا ما بننامش فترات كافية، صح، ان احنا بناكل سكريات وكميه سكريات كتيره جدا في اليوم، كميه الدهون اللي بتتاكل كتيره. عشان كده بقول الشباب مش طول الوقت قاعد بياكل جانك فود بره سويتس 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 حلويات، كل الحاجات دي بتؤدي الى عدم التركيز. ممكن السيدات ممكن بعد سن الياس تغيير الهرمونز عندها تؤدي الى عدم تركيز. ومن اهم الحاجات اللي بتؤدي الى عدم تركيز الاكل الغير صحي وما فيهوش الفيتامينات والمعادن. مهم جدا ان احنا ناكل اكل صحي، مهم ان احنا ناخد مكمل غذائي في فيتامينز مهمه للتمثيل الغذائي ومهمه للايض ومهمه للتركيز. يبقى ان احنا ناخد مكمل غذائي، هنتكلم عن المكمل الغذائي اللي انا بفضله جدا دلوقتي، مع النوم كويس، مع عدم التوتر، مع ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه مهمه، وممارسه النشاطات الاجتماعيه. بلاش ان احنا نقعد بالاسبوع مش قادرين ننزل، مش قادرين، لا، مارسي نشاطك الاجتماعي. ما هو الخروج بيجيب اكل. أو ده عندنا احنا يعني. كلي مفيش مشكله. وانا مش بحرم الناس من الاكل، لازم ناكل نشويات على فكره، ناكل اكل بقى معين، مش وناكل دهون صحيه، ومفيش مشكله ناكل سكريات بمعدل بسيط. وبلاش نعمل اكسس للكافيين، بلاش نشرب 5 قهوة في اليوم، ده ما بيعملش تركيز، ده بيعمل اكسس للكافيين وبيعمل اكسس للهارت ريتس، يعني ممكن تلاقي ضربات قلبك بس عاليه. بس بيخسس، مش مشكله بقى الخسيه دلوقتي، المهم ان صحتنا تبقى كويس. من اهم المكملات الغذائيه اللي بتساعد جدا على التركيز والتمثيل الغذائي والايض هو الفا مالتي فيت. وحشنا والله. وحشنا الفا مالتي فيت. الفا مالتي فيت ليه؟ لانه جواه فيتامينات مهمه جدا، تحويل الاكل والدهون لجلوكوز وطاقه. كويس. من اهم الفيتامينز المهمه للتركيز والنشاط والايض فيتامين بي كومبلكس بكل عائلته. يعني عندي داخل الفا مالتي فيت فيتامين بي 1 و 2 و 3 مهمين جدا للتركيز، الكوبالامين مهم، ومهم داخل الفا مالتي فيت المسؤول على كل العمليات الحيويه في الجسم الزنك. الزنك مهم جدا لكل العمليات الحيويه، وانا عندي في الفا مالتي فيت اعلى تركيز في الزنك. كم على تثبيته تقريبا 23.9. فده اللي احنا محتاجينه، لان لو الزنك نقص في اليوم هيحصل مشاكل كبيره في الايض والتمثيل الغذائي. وكمان بيأكد على كلامي اكيد الدكتوره ايمان المراكبي. هي احنا معانا تقرير فعلا، لو تحبي نروح دلوقتي. يا ريت. طيب، هي استشاري طبعا مخ واعصاب وامراض نفسيه. لا، هي اسم كبير جدا، ويمكن برضو مهم ان احنا نسمع منها برضو على النقطه اللي اتكلمت فيها، لان هي اعتقد في غايه الاهميه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. طاقتك خلصانه على طول وانت في عز شبابك، وتبتدي بقى التساؤلات، طب اعمل تحليل ايه؟ طب اخد فيتامينات ايه؟ وللاسف بنسمع كلام غير علمي بالمره كنوع من تفسير لنقص الطاقه والكسل والتركيز. اسمحوا لي اوضح لكم في البدايه ان اجسامنا بتحتاج لمجموعه اسمها مجموعه فيتامين ب او بي كومبلكس او ب المركبه، ودي ليها دور رئيسي في انتاج الطاقه والتركيز الانتباه والنشاط. فمعظم مجموعة فيتامين ب زي ب1 وب5 وب6 وب12 بيشتغلوا على تحويل الأكل إلى طاقة عن طريق تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى جلوكوز، واللي هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمنا، وبالتالي مسؤول عن النشاط وعن التركيز. وفيتامين ب3 بيعمل إيه؟ فيتامين ب3 بيساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتحفيز تدفق الدم للخلايا والأنسجة بالجسم. وكمان الزنك ليه دور مهم جدا في إتمام عمليات حيوية في جسمنا، واللي نقصه بيسبب مشكلة كبيرة في إتمام عملية الأيض وإنتاج الطاقة. علشان كده بننصح يوميا بأخذ قرص واحد من منتج الألب مالتي فيت، وده المنتج الأقوى
والأشمل علشان في 13 عنصر من أهم العناصر اللي محتاجينها لجسمنا، والعناصر دي بتساعد في تجديد خلايا الدم ودعمها، وهو ده اللي بيخليه بيغطي احتياجنا اليومي من فيتامين ب وكمان الاحتياج اليومي للزنك.